يكرهوا كل شيء ويحبوا الراجا. الراجا جمهورها راس مالها. السلام عليكم يا احسن معش الجراد واحسن ناس في هذا العالم كامل. توقعنا ما عرفتوش اشنو كاين اليوم، ترى هاشتاق الجمهور يا ابن عمي احسن فقره كيموتوا عليها معش الجراد، والدليل اخر فيديو ترى ضرب 100,000 ديال الفيوز بلا ما ندوي على لي لايك، اكثر من 10K ديال لي لايك، اللهم بارك وزيد في ذلك. باش بلا ما نبقاو داويين بزاف وندخلوا في السخون اللي كتسناو فيه، كتعقلوا اخر تشالنج درنا في هذه الفقره هذه؟ واقيلا مبقيتوش عاقلين. ويلي لايك وابوني بالنيف ولا باللسان. ايوا اليوم عندي لكم واحد تشالنج صعيب ديال بصح اللي هو كالتالي. هو صراحه ماشي شي صعيب، ولكن سمع هاد المره اخي ديالي، عادش غادي دير؟ غتسد عينيك وغتورك على لايك، ولا كنتي اول مره كتشوفني غتسد عينيك وتورك على لايك وسبسكرايب. اشوف انا عارف 90% منكم حاولين وما غاديش يجيبوها، لهذا اللي درتيها هبط الكومونتير وقول لي البلان كيفاش داز. وهي صراحه باني غنجمع لي ديسلايك بزاف في هذا الفيديو هذا. المهم درتي هادشي كامل، راك عارف راسك اش خاصك دير. هو صير لي ديك الصمته وغتيا الله بينا نبداو. العنوان قريتوه، البلان فهمتوه. العنوان كالتالي: خمس اغاني كيحب اي راجاوي تغنى في التيران. انا متاكد فاش قلت هاد اللعيبه هادي طاحوا في بالك بزاف ديال الاغاني، لهذا قبل ما نبدا انا تهبط الكومونتير وتكتب لي الاغاني اللي طاحوا في بالك. اكيد فاش كنقول اغاني فراه كتكون معاهم شي طلعات اللي هاربين وهما اللي كيزينوهم. وبلا ما نساو ان هادشي اللي غتشوفوا في هاد الفيديو هذا فراكم غادي تشوفوا غير في الكورف السود يا سادة. اول طلع معنا في هاد الفيديو هذا واللي كيتسطاو عليها كاع الجمهور الراجاوي بدون استثناء، لدرجه فاش كتبدا ترى كتنسى شي كوره وكتنسى شي لعابه كاينين في التيران، كتسمع غا حل فمك وتتمتع ليا مع راسك. ها طلع ولي باسم انكوامور مي كوره الزون. ايوا عرفتي بلان كيفاش داير. طلع لي البديه ديالها كتبدا بريتم هابط بزاف، ومن الشروط ديالها وهي انك خاصك تكون مريح وايديك خاصهم ضروري يكونوا فوق كتاف هذاك اللي قدامك. زكريا السكوادرا كيعطي الضوء الاخضر باش الامواج البشريه تبدا، وكيبدا بواحد التحرك للقدام والوراء بطريقه اللي خفيفه بزاف، وكيطلع واحد المنظر اللي كيخلي الخصم حال فمو وهز الكاميرا وكيصور. بعد ما كتسالي البارت الاولى ديال هاد الاغنيه كتبدا البارت الثاني واللي هي اللي فيها الصداع، واحد الهيجان اللي لا يمكن، لدرجه كلشي كيوقف دقه واحده وكيبدا يبوجي. ترى ما يمكنش، شخصيا عشت هاد اللقطه هادي واحد الاحساس اللي هارب ديال بصح. الحالات ديك الوقفه اللي كيديروا في البارتانيا يقدر يطلع مع الفلام، وكيف ما طرات في الماتش ديال الراجا كونتر ليفار اللي خلاهم غير كيتفرجوا. المهم بعجاله غادي نمشيو للطلعه الثانيه اللي احسن طلعه عندي انا شخصيا، هي ماشي اغنيه وانما لحن راجاوي خالص 100%. شيفاش كتبدا هاد الطلعه هادي غاشد فراسك، والا راك غادي تلقى راسك قدام الباش، واللي اللور كيولي القدام واللي القدام كيولي اللور، اللي كياكل شي حاجه ما كتبقاش في يده واللي ما كياكلش حتى هو كيمشي فيه.
صراحة تحية لأي واحد مجرب هالطلعة هذه في أرض الواقع، راه كنشوفكم من هذا المنبر. طلع الموالية يا أخي الرجاوي اللي حتى هي ترى ناضية ديال بصح، أصلا كلهم ناضين. ما علينا، طلع اللي عندنا حاليا واللي مبدل شوية والأساس دياله واللي هو الاي شارب يا أخي. وأصلا الأغنية براسها كتقول لك نهزو لي كشكول، بلاش كعرفتها سميد الأغنية واللي هي أحلى تيمة، كطلع بواحد الهيت اللي صراحة ترى الخيال العلمي، لدرجة أن كاع اللي شاد شي شارب كيشدو من القنت وكيبدي يلوحو في السماء بواحد الطريقة اللي فنية بزاف. عرفتي إلا شفتها من بعيد ترى غتسحب بنادم هرب لي ولا بدا كيطيح. غادي نديكم معايا دابا نيشان طلع ما قبل الاخيره، صراحه انا طلع اللي كيتحركوا فيها اليدين بزاف، ترى ما كتبقاش قادر تحرك يديك. هاد الطلعه هادي فاش كتغنى ما كيبقاش كاع يبان لك بنادم، حيتاش المغزى ديالها وهي ان الحركه كدار في دقه واحده، بنادم ما كيبقاش كاع يبان غير يدين اللي كيبقاو يتشيروا في السماء، وكتعطي واحد المنظر اللي ناضي بزاف، ترى كتسحبها غير شي موجه جايه غادا تضرب بنادم كامل. وبلا ما نساو ان هاد المزيكا هادي ترى من الزمن القديم الصاد، تغنات آلي وقت فاش كان واحد الجمهور كيلبس الحمر كيقول لهم حتى حنا بغينا الجرين بوز ديالنا. المهم الطلعه هذه اللي كطلع تحت شيا غادي نمشيو لاخر طلعه اللي كاينه معانا في هاد لا فيديو هذا، للكبير والصغير كيعرفها واللي دارت بهم خصوصا بالطريقه اللي كتغنى بها، لا من ناحيه اللحن ولا من ناحيه الجروب ميوزيكال ولا من ناحيه الهدوء ديالها. انا غادي نقول لك المغزى ديالها وانت حاول تطلعها بالسميه ديالها. المهم كلشي كيكون واقف وكل واحد كيحط ايدو فوق كتافو اللي في الجنب ديالو، وكتبدا الاغنيه وكيبداو يتحركوا شمالا وجنوبا بطريقه اللي هادئه، وهاد الطلعه هادي كتمشي كامله هكاك بنفس الرسم، ما فيها لا صداع لا والو، بنادم مرتاح كيحس بالسعاده. بلا شك النص فيكم غادي يكون عرفها ولا كلكم غتكونوا عرفتوها، واللي هي نسهر بالليل. هنايا غادي نكونوا كملنا خمسة طلعات اللي كيهربوه ليا انا شخصيا، اكيد غادي نكون نسيت بزاف منهم، حيت الكورف السود مدرسه وداكشي عندهم راه والله ما كيتقادى. اسقسيو البطاها وبريغادو وزيد وزيد. ايوا قول لي انت اش من طلعه اللي كتعجبك بزاف في الكورف السود وما كرهتيش تبقى غير كتشوف فيها. وباش حتى انا نسالي هاد لا فيديو هذا ونقول لكم هادشي اللي كان في هاد لا فيديو، كنتمنى راه فيديو كنا الاعجاب ديالكم. انا عارفكم توحشوا الكورف السود وتوحشوا الجمهور، حنايا كاملين بنفس الطريقه خصوصا الناس اللي كيديبلاصاو للتيران. ايوا خويا راه هذا هو المغرب، جميع البلدان الجمهور عندهم كيمشي للتيران الا هاد المغرب هذا خي ديالي ما عرفناش فين باغيين يوصلوا بينا. اصلا كانوا كيقلبوا لنا غير على السبه اللي سدوا بها التيرانات، حيت شي ميساجات كانوا كيتبارطاجوا فيه راه لا يمكن. الى عجبك الفيديو دعم ثم الدعم باش نكملوا في هاد اللعيبات، الافكار موجودين ديال بصح، حمروا لي وجهي واكيد انا راه ما غاديش ننساكم. وهنايا مبقى لي غير نقول لكم بيس.